السلام عليكم خاوتي، دائما احنا في حنا. اليوم رانا في لايتن ايست لندن مع خاوتنا هذو جمعية العلماء المسلمين فرع بريطانيا. يعني داروا مبادرة وهي ختان جماعي بمناسبة نهاية شهر رمضان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ربي يوفقهم، ربي يوفق كل واحد، ربي الله يكون في عون كل واحد يحب يدير الخير ويوفقنا ويجمع القلوب إن شاء الله. وهذا هو مبادرة وهي كما خرجة جديدة على كل حال، ما صورناهاش من قبل، وهي الختان في نهاية رمضان. على كل حال نخليكم على الفيديو هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف راكم؟ الحمد لله، الله يهنيكم. تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب أخي. بارك الله فيك. احنا بهذه المناسبة الكريمة وهي شهر رمضان، مبادرة من جمعية العلماء المسلمين المقيمة في لندن، قمنا هذه المبادرة تقريبا خططنا لها أسبوعين، والحمد لله تقدم لكم بكل التهاني والبركة في هذا الشهر الكريم. والجمعية قامت بمبادرة بختان الشباب في الجالية الجزائرية هنا، وإن شاء الله وتكون مبادرات أخرى في المستقبل إن شاء الله. وصحة عيدكم أخويا. السلام عليكم. المعروف في الناحية الشرقية تاع لندن عنده كفاءة ما شاء الله في الختان سيركمسيجن، وهذا هو إن شاء الله. بارك الله فيك خويا. شعبان السلام عليكم. عليكم السلام. عرضوك ولا جيت؟ أنا معروف. جيت بارك. البارك. مشجع لهذه المبادرة إن شاء الله. مبادرة كريمة، ربي إن شاء الله يجزيهم كل خير على هذه المبادرة. وهذه جمع الشمل الجالية الجزائرية بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. نتمنى لهم إن شاء الله كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. مبادرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. ها نحن معكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. والله شوف جماعة، مبادرة إن شاء الله طيبة ورمضان كريم والجميع إن شاء الله في خير، ويعيدوا علينا إن شاء الله باليمن وبالخير وبالبركات. وهذه المبادرة كما وعدناكم. أي نعم، كما وعدناكم إن شاء الله، وهذه خرجة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. ومزلنا إن شاء الله في المستقبل خرجات أخرى طيبة إن شاء الله، ورانا معكم وكونوا معنا وخلي جماعة إن شاء الله. السلام عليكم خويا. السلام عليكم. واش راكم لاباس؟ لاباس. واش راكم؟ واش يقولوا لنا؟ واش نقول لك يا أخي، هذه مبادرة تاع جمعية العلماء المسلمين إن شاء الله هي مبادرة طيبة تساهم في جمع شمل الجالية. قمنا بمبادرة مبادرة الختان هذه المبادرة. ونقول للجماعة كلهم رمضان كريم، وإن شاء الله نحن في رينبو كلينيك في إيست لندن. تفضل أخي. تفضل. أعضاء الجمعية موجودين هنا على اليمين جالسين، وإن شاء الله تكون مبادرة طيبة. نتمنى أبناء الجالية كلهم يحذو حدونا، وإن شاء الله ينظموا أمور مثل ما ننظم إحنا الآن. وهذه مبادرة طيبة، نشكر أعضاء الجمعية اللي بذلوا مجهود جبار على كل حال، نشكرهم شكرا جزيلا. كما نشكر أيضا تجاوب أبناء الجالية معنا، حيث وصلتنا عدة مكالمات، رغم مئات المكالمات، كل الآباء يريدون أن يختنوا أولادهم، ولكن للأسف إمكانياتنا طبعا لا نقول محدودة ولكن متواضعة، وهذه البداية. وإن شاء الله سوف ننظم عملية ختان جماعي في المستقبل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم. كيفك؟ مبروك عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشكركم على هذه الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، على هذه المبادرة التي قاموا بها، وهي ختان الأطفال الجزائريين وكل المسلمين. وأتمنى إن شاء الله أن وأتمنى إن شاء الله أن هذه المبادرة تستمر في بلاد لندن، في بريطانيا، في لندن. وهذه طبعا تعتبر مبادرة طيبة وسعيدة وبركة، وفي نفس شهر رمضان المعظم المبارك إن شاء الله أن تكون يعني الأسر أبناء هذه الأسر أن يكونوا سعداء بفضل الله وفضلكم جميعا. وشكرا. بارك الله فيك. سمعك. تكون متواصلة وتكون إن شاء الله معروفة من عند الناس كله إن شاء الله يا رب. ونشكر الجمعية إن شاء الله. سعيدك. سلام عليكم. إن شاء الله.
الله وان شاء الله الناس عندك زوج الله يبارك زوج زوج انا لا اسمه يوسف 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 ما شاء الله ما شاء الله اخويا يعطيك صحه بارك الله فيك ومبروك عليكم مبروك ان شاء الله السلام عليكم مختار ارواح مختار والأعضاء اللي كانوا قاعد مساهمين في هذه المجموعة ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة أخويا. السلام عليكم برادر. وعليكم السلام. جمهور ميرسي بوكو. جزاك الله هذا كتكوت صغيرة كتكوت صغيرة إن شاء الله السلام عليكم برادر أدم السلام عليكم السلام عليكم برادر ميرسي بوكو أبوك السلام عليكم برادر أمير سوكي ما تبكيش ما تبكيش خلاص خلاص مبروك ديدي ما بكره ولو خلاص ما شعبان سعادة شعبان الله يبارك يلا يا طيب واش راك يوسف لاباس مبروك عليك مبروك انا ما انا ما مدوا دراهم ولا ولدي انا كل واحد أمانة ها قول الله يبارك الله يبارك هذا يا حبيبي غير تعداد السلام عليكم I'm sorry, just here. We've written an appointment. Come back next week, 11:40 on Monday. Hey Yusuf, Yusuf. يوسف اعطيني الحلوه اعطيني الحلوه اوكي واش بيه واش يبارك الله يبارك واسمه ادم واسمه ادم ادم ما شاء الله قاعد ادم انا وروح تلقيت ادم السلام عليكم سعيد انا راني ذكرني في بودي كنت في مكان اخر ايه غير الجوار انا لعبت من الجوار ونمشي نحوس حتى الشارع نلقى جهه اخرى تاع وين تيجي تقطع تلقى هاي الطار ايه ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا بابا هذا بابا ماما ما شاء الله واش راك لاباس خطن خوك راه يتختن هاي خوك راه يتختن الحمد لله مبروك عليكم ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله ان شاء الله خلاص تختن مبروك مبروك هاي يا لاباس مبروك خويا مبروك امير السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف انا شوف الشاشه تاع وراي هاي هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي 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 شدوا ها ما شاء الله ها ها هاي ها ما شاء الله ما شاء الله صوره صوره حنين وما من الطريقه يعني اللي استعملوها طريقه جديده يعني ماشي كيما اللي استعملوها في البلاد حنا بلا مقاس وحفايس هذوك تسمى يعني يستعملوا الرينك يعني وسهله وحتى يعني ما ضرتش للاطفال ويعني كاع خرجوا فرحانين الاباء الاطفال كاع فرحانين ونشكر الجمعيه يعني اللي ساهمت يعني جمعيه العلماء المسلمين, المسلمين يعني اللي نظمت عمليه هذه الختانه هذه وان شاء الله يعني
الأسر الأخرين هنا اللي هنا في لندن وفي الإنجليز هنايا إن شاء الله يجوا ويجيبوا لهم إن شاء الله كل عام إن شاء الله ما تكونش الأخرى هذه إن شاء الله يعني كما يقول لك ويكونوا أمور يعني إن شاء الله نشجعوا يعني الجمعية هذه وربي يوفق إن شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم مبكاش مبروك مبروك السلام عليكم السلام إسحاق السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيكم مبروك عليكم حفظكم السلام عليكم